ثانية والزميل شير محمد ليطلعنا على آخر المستجدات حول الاحتفالات بعيد نوروز، تفضل شير. نعم مساء الخير على الجميع. يعني يبدو أن الأحوال الجوية والطقس والأمطار الغزيرة التي هطلت منذ ليلة الأمس وحتى صباح اليوم وحتى هذه اللحظة أيضا هناك يعني توقعات بهطول أمطار غزيرة، يعني يبدو أنها حدت من خروج المحتفلين والكردستانيين إلى الطبيعة في ثالث أيام أعياد نوروز والاندماج مع الطبيعة والاحتفال بالطبيعة، لكن يعني بالمجمل يعني الاحتفال كان هناك إقبال كبير للمواطنين وخروج كبير للمواطنين إلى متوجهين إلى الطبيعة خلال اليوم الأول والثاني، وتم نقله عبر شاشة زاغروس العربية، لكن يبدو أن هذه الأجواء يعني عكرت صفو فرحة نوروز قليلا سواء كان بالخروج إلى الطبيعة، لكن بالمجمل أعياد نوروز مستمرة، نوروز موجود بالقلب، نوروز المحبة ونوروز الحرية ونوروز الانتصار، هذا بالنسبة لي يعني خروج إلى الطبيعة. أيضا يعني استغلت فرق البلدية أو الفرق الدفاع المدني والفرق البلدية والفرق المتخصصة بالتقديم الخدمات العائدة إلى بلدية السليمانية، يعني عدم خروج الكثير من المواطنين إلى الطبيعة من أجل يعني تنظيف الطبيعة، تنظيف الأماكن السياحية، تنظيف الأماكن التي زارها المواطنين، يعني بالمجمل كان هناك التزام من قبل المواطنين بالنسبة للحفاظ على البيئة، يعني تم تجميع القمامة في أكياس ووضعها على جوانب الطريق من أجل إفساح المجال لفرق البلدية من أجل وضعها داخل السيارة ونقلها إلى مدينة السليمانية وإلى المكبات الخاصة بالقمامة. بشكل عام كان هناك التزام من المواطنين سواء كان بالقمامة أو حتى بموضوع الفحم وموضوع يعني الحريق وحماية الأشجار وحماية الطبيعة، لأن الطبيعة كانت جميلة جدا وتستقبل، يعني حتى الطبيعة كانت تقول للمواطنين والمحتفلين بكردستان أنها يعني تعالي وأنا موجودة هنا وتعالي لنحتفل سويا ونحتفل بفرحة نوروز. هذا أيضا بالنسبة لذلك. بالنسبة لموضوع قطاع السياحة، يعني خلال منذ بداية الأسبوع وحتى هذه اللحظة وبحسب المعلومات الواصلة لزاغروس العربية فأن أكثر من 60,000 سائح دخلوا محافظة السليمانية، فقط 30 يعني ما يقارب 30,000 سائح خلال يعني اليومين أعياد نوروز الأول والثاني، واليوم فقط يعني حوالي وما يقارب 30 سائحا ووافدا من محافظات وسط وجنوب العراق دخلوا المحافظة وتوزعوا، يعني سواء كان هنا داخل مدينة السليمانية أو في باقي المصايف دوكان، منطقة قراغ، منطقة شارباجير، كان امتلأت بالسياح والوافدين. بالمجمل هذا يعني ما يدور اليوم في محافظة السليمانية. نعم نعم شير محمد، شكرا جزيلا لك، كنت معي بالصوت.